دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تمسك بانضمام جميع اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة في الموعد المحدد، وده وفقا للائحة الفيفا اللي بتنص على السماح للاعبين المحترفين بالانضمام الى منتخباتهم قبل البطولات المجمعة ب 14 يوم. وأكد فيتوريا ضرورة انضمام جميع اللاعبين المحترفين في الموعد المحدد يوم 3 يناير المقبل، وده قبل اللعب أول مباراة للفراعنة في البطولة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل. النادي الأهلي خسر امبارح أمام فلمينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في إطار دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، وبكده تأهل فريق فلمينينسي للنهائي، وينتظر الأهلي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأوروارا الياباني للعب مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أدى مرانه امبارح لمواجهة أوروارا الياباني النهارده في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالسعودية، وغاب الثنائي أرلينغ هالاند وجيرمي دوكو عن تدريبات مانشستر سيتي بسبب الإصابة، بينما شارك النجم كيفن دي براين في التدريبات الجماعية برفقة زملائه، وده بعد تعافيه من الإصابة. معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع لاعب الفريق ده قبل ما يكون كمان مع لاعب قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض على ملعب استاد 11 نوفمبر استعدادا لمواجهة سجرادة الأنجولي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وشهدت الجلسة تحفيز المدير الفني للاعبين وشرح أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز والحصول على 3 نقاط من أجل ضمان التأهل لدور 8 لبطولة الكونفدرالية. الناشئين تحت 17 عام لكرة الطائرة نجح في التأهل لنهائي بطولة إفريقيا، وده بعد محاء الفوز على المنتخب الكاميروني بنتيجة 3-0 في نصف نهائي البطولة اللي بتصادفها دولة ليبيا في الفترة من 10 وحتى 20 من ديسمبر الجاري. رابطة اللاعبين المحترفين الاسكواش اعلنت او بي اس اي اعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر ديسمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للاسبوع 16 على التوالي. رابطة اللاعبين المحترفين اسكواش بي اس اي اعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبر الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي ايضا. الفريق الاول لكرة السلة بنادي سبورتنج فاز على فريق انتر كلاب الانجولي بنتيجة 174 في اطار الدور قبل النهائي من بطولة افريقيا للاندية الابطال. نادي إشبيلية الإسباني أعلن تعيين كيكي سانشايز مدرب جديد حتى عام 2025، ده بعد رحيل مدربه السابق دييجو ألونسو، وده بعد الخسارة الأخيرة أمام ختافي 3-0 في دوري إسباني. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمنى ومحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دي.